سيدنا أبو إدريس الخولاني وين مدفون أسامة؟ أبو إدريس الخولاني وين مدفون؟ أكتركم ما بيعرف، في داريا. هذا صاحب سيدنا معاذ ابن جبل، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع معه قال له إني أحبك في الله، لسيدنا معاذ إني أحبك في الله، فقال له أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أم تكتبوا؟ والله لا، لو بتدفعوا كل واحد لو يدفع 100,000 ليرة ذهب والله ما بتساوي حرف من هالحديث، اكتبوا واحفظوا. قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش، ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقيل من هؤلاء يا رسول الله؟ مين هدول الناس اللي حول العرش وجوه كالقمر ليلة البدر ولا خوف ولا فزع؟ مين هدول؟ قال هم البقية في الأسبوع القادم. خليكم يعني الدرس الجاي بدكم هلا قديش تدفعوا؟ قال هم المتحابون في الله، صحيح على شرط الشيخين. قال هم المتحابون في الله. لكم السلام عليكم، الله يزيكم عني الخير، الله يزيكم عني الخير، أحببناكم في الله، والله إني لا أحبكم في الله، أسأل الله أن يكرمني وإياكم بهذا الحب. هم المتحابون في الله، يفزع الناس ولا يفزعون، كراسي حول العرش، كراسي بلاستيك. في حديث ثاني قال أن الكراسي من أصناف الجوهر، عود تفضل، كرسي ياقوت، كرسي زمرد، كرسي تفضل، عود حول العرش وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون. مين هادول؟ قال المتحابون في الله. الله، هذا في الموقف. فإذا أرادوا، فإذا انتهى الموقف إلى الجنة
قال فلهم في الجنة إن في الجنة لعمدا من ياقوت، عمود من ياقوت أحمر، عليها غرف من زبرجد، زمرد أخضر وأحمر، لها أبواب مفتحة. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال يسكنها المتحابون في الله، والمتزاورون في الله، والمتجالسون في الله. شو هالمنظر؟ عمود أحمر وغرفة خضراء، الله أكبر، ومن جوهر كله هذول المتحابون في الله في الغرف. في الغرف، وين هي الغرف؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لينظرون إلى أهل الغرف كما ينظر أحدكم إلى الكوكب الغائر في السماء، يعني مو مبين إلا قد العدسة. هيك أهل الجنة بيشوفوا أهل الغرف قديش عاديين. هدول المتحابون في الله، اجتماعنا هنيك، اجتماعنا هنيك، من جالس وأحب وصدق هناك اللقاء في غرف. قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الغرف حتى نكون على مستوى الأخوة في الله ومستوى المحبة في الله.